السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أبنائي الطلاب في مفهوم جديد، الأسماء الخمسة. عزيزي الطالب، أعدد الأسماء الخمسة. ما الإجابة؟ هيا بنا نفكر. أبو، أحسنتم. ما الاسم الآخر من الأسماء الخمسة؟ ما الإجابة يا أحبة؟ أخو، أحسنتم. ما الإجابة الأخرى؟ حمو، أحسنتم. كذلك فو، ما الإجابة الأخرى؟ ذو. أبو، أخو، حمو، فو، ذو، أحسنتم. عزيزي الطالب، عدد علامات إعراب الأسماء الخمسة. عزيزي الطالب، ما العلامة الأولى من علامات إعراب الأسماء الخمسة؟ ما الإجابة؟ هيا بنا نفكر. ترفع بالواو، أحسنتم، إجابة رائعة. ما المثال؟ هيا بنا نفكر. يعمل أخو الفتاة في التجارة. أخو، أحسنتم، إجابة رائعة. كذلك ما العلامة الأخرى من علامات إعراب الأسماء الخمسة؟ ما الإجابة يا أحبة؟ تنصب بالألف، أحسنتم، إجابة رائعة. ما المثال؟ نفكر. شاور أباك في الأمور المهمة. أباك، أحسنتم، إجابة رائعة. عزيزي الطالب، ما العلامة الأخرى من علامات إعراب الأسماء الخمسة؟ ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر. تجر بالياء، أحسنتم. ما المثال؟ قلب الأحمق في فيه. فيه، أحسنتم، إجابة رائعة. عزيزي الطالب، هل نستطيع إعادة الأسماء الخمسة؟ ما الإجابة؟ أبو، أخو، حمو، فو، ذو، أحسنتم. ما علامة الإعراب؟ ما الإجابة؟ ترفع، وعلامة الرفع الواو، تنصب، وعلامة النصب الألف، تجر، وعلامة الجر ماذا؟ الياء، أحسنتم. عزيزي الطالب، أعدد. ما الشروط الواجب توافرها لكي تعرب الأسماء الخمسة بالحروف؟ ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. أولا، أن تكون مفردة غير مثناة ولا مجموعة، فإن كانت مثناة أو مجموعة أعربت إعراب المثنى أو الجمع. إذن أولا، أن تكون مفردة. ما الشرط الثاني لكي تعرب بالحروف؟ ما الإجابة؟ ومن شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف أن تكون الأسماء الخمسة مضافة، فإن كانت غير مضافة أعربت بالحركات. أحسنتم. إذن الشرط الثاني أن تكون مضافة. ما الشرط الثالث يا أحبة؟ نفكر. أن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم، فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها تعرب بالحركات المقدرة. أحسنتم.
عزيزي الطالب أجيبه. ظل أبو ثابت يضع درهما وراء آخر. أبو، نلاحظ أبو من الأسماء الخمسة. ما الموقع الإعرابي؟ أبو، ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر قليلا. اسم ظل، أحسنتم، إجابة رائعة. ما الحالة الإعرابية؟ ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر. مرفوع، أحسنتم، إجابة رائعة. إذن أبو اسم ظل كذلك مرفوع. ما علامة الإعراب؟ كما تعلمنا قبل قليل، يعرب بماذا؟ بالحركات أم الحروف؟ ما الإجابة يا أحبة؟ بالحركات أم الحروف؟ بالحروف، أحسنتم. أبو، ما الإجابة؟ الواو، أحسنتم. إذن الموقع الإعرابي اسم ظل، الحالة الإعرابية مرفوع، علامة الإعراب الواو. كان الغني ذا مال وفير. ذا، ما الموقع الإعرابي؟ ذا، ما الإجابة؟ نفكر. خبر كان، أحسنتم، إجابة رائعة. ما الحالة الإعرابية؟ نفكر يا أحبة. ذا، ما الإجابة؟ الخيارات الرفع النصب الجر، ما الإجابة؟ منصوب، أحسنتم، إجابة رائعة. ما علامة الإعراب؟ ما علامة الإعراب؟ كما تعلمنا قبل قليل، علامة الإعراب بماذا؟ بالحركات أم الحروف؟ بالحروف. ذا، ما الإجابة يا أحبة؟ علامة الإعراب الألف، أحسنتم. إذن الموقع الإعرابي لذا خبر كان، الحالة الإعرابية منصوب، علامة الإعراب يعرب بالحروف، العلامة الألف. قال متفاخرا بملء فيه درهم فيه. ما الموقع الإعرابي؟ ما الإجابة يا أحبة؟ مضاف إليه، أحسنتم. ما الحالة الإعرابية؟ مجرور، أحسنتم. ما علامة الإعراب؟ ما الإجابة؟ الياء، أحسنتم، إجابة رائعة. عزيزي الطالب، أستخرج اسم من الأسماء الخمسة. ألف أبو عثمان الجاحظ كتابا في البخلاء. ألف أبو عثمان الجاحظ كتابا في البخلاء. ما الإجابة؟ نفكر. أبو، أحسنتم، إجابة رائعة. الأسماء الخمسة. أولا، التعرف على الأسماء الخمسة. ثانيا، علامات إعراب الأسماء الخمسة.